ازيكم يا شباب؟ هشرح لكم شابتر 3. هو اول حاجه كده انا هحل الاكسرسايزز بتاعه البوكلت بسرعه. عندنا اول سؤال هو كلها على البروجكت سيلكشن عن طريق البي باك بيريود في اول كام واحده. فايه القانون بتاعه؟ هو الانيشال انفستمنت على الانيوال كاش دوت. لو انا هيجي لي بنفيت سنويه بنفس القيمه هيبقى باللي انا بجيب الانيشال انفستمنت واروح اسمه على الانيوال كاش. فهنا هو قايل لي بان الانفستمنت بتاعه كان ب 105 مليون، وهو بي اكسبكت ان هو هيجنريت 25 مليون كل سنه. فيبقى كده 105 على 25 تطلع ب 4.2 سنه. ده كده اول سؤال. تاني سؤال برضو بنفس الفكره، بس بقى هنا المختلف في الحكايه ان الكاش فلو كان مختلف في كل سنه. فبرضو بنحط بان عند الير زيرو كنا كان كده هو عامل اوت لاي، يعني هو مطلع اوت فلو كاش اوت فلو من عنده 150، قصدي 50 مليون. جاله بقى عوائد من اول سنة 10 مليون، 13 مليون، 16، 19، 22. فهو دلوقتي الفكرة من الباك باك بيريود ان هو عايز يعرف هو هيقدر يسترجع الفلوس اللي هو دفعها ديت في قد ايه. فهنا كده من خلال النظر بان احنا عندنا في لغاية يعني كده عند بتاع السنة الأولى، السنة التانية، السنة التالتة، وهنلاقي بأن هو بقى عند الرابعة هو اللي هيبدأ كده يكون سدد. فهنروح عاملين 3 زائد 11 على 19، هتطلع بفراكشن كده دوت هو اللي هو 57%. يبقى كده هو هيقدر يسترجع الفلوس بتاعته ديت في 3 سنين، 57% في سنة، يعني اللي هو هتبقى يعني حوالي 3 سنين ونص يعني. المهم تالت اكسرسايز بيتكلم بقى على الكاش فلو اللي هي النت بريزنت فاليو بتاعته. اللي انا ازاي بجيبها؟ بجيبها عن طريق القانون بتاع الكاش فلو على 1 زائد R زائد B ريز للباور تي. ايه معنى الكلام ده؟ الكاش فلو اللي انا جايلي اروح اسمه على 1 زائد الار. هنا هو مديني ان الانترست ريت ب4%، تمام؟ فال4% دي هنا كده ديت هتبقى 1 زائد 4%، لكن لو في انفليشن كمان هيبقى 1 زائد 4% زائد الانفليشن ريت ده، تمام؟ وانا بتكلم في اول سنة، فبالتالي هتبقى ريز تو باور 1، وهكذا بقى لكل الارقام. انا هنا قيمة الفلوس بتقل بمرور الزمن. ليه؟ بسبب الانفليشن، وبسبب ان انا ممكن ما بقاش عارف ان انا استثمر فلوسي، فده بالتالي بيقلل قيمتها. فكل لما انا ابقى مقدم في مشروع وهيديني عوائد كبيرة في اول كام سنة دوت هو اللي بيكون الافضل. هي ديت الفكرة من اكسرسايز 7، وهيكون الحل بتاعها الصح هيكون B. اكسرسايز 8 مكتوب برضو فيها هي نفس الفكرة، كلها بس معتمدة على اللي احنا هنروح جايبين ال outflow minus ال inflow، ونشوف انهي واحد منهم اللي هيكون انهي project منهم يعني اللي هيديني كده profit. فأول واحد مثلا، أو أنا عشان أختصر الوقت يعني، أول واحد ده كان ب100 ألف outlay، وهيجيله في أول سنتين كل سنة منهم 10 آلاف، بعدها هيجيله 20 ألف في السنة الثالثة والرابعة، وهيجيله 30 ألف في السنة الخامسة. يبقى هو كده قيمة الفلوس اللي هتجيله في خلال ال5 سنين 90 ألف، وأنا حاطط استثمار بقد إيه؟ ب100 ألف. يبقى أنا كده عندي خسارة ب10 آلاف. هتلاقوا التاني النمبر بي وسي نفس الحوار، يعني هيبقى فيه لوس. دي هي اللي مش ما فيهاش لوس، علشان انا عملت انفستمنت ب50 ألف وراح جالي 5 تلاف في اول سنة، وتاني سنة برضو 5 تلاف، السنة التالتة والرابعة كان كل واحدة منهم كانوا 15، اخر سنة كانت 20 ألف. فبالتالي كده انا عندي بروفيت 10 تلاف، عشان 60 ماينس 50 10. ده كده كان الحاجات اللي في الاول. بعدها بقى ديت هي المسألة اللي معظم بالنسبة له صعبة، هي ديت هي اللي في الاسايمنت، تمام؟ بس اللي في الاسايمنت ناقص منها المعطيات اللي على الجنب.
هو هنا بيقول لنا بان في انفورميشن سيستم هو بيحقق ارباح كل سنة 85,000، وعنده علشان يعمل السيستم ده في حاجة اسمها وان تايم كوست دوت، يعني مثلا سعر انا مثلا هشتري شقة، فهي ديت وان تايم كوست، انا بدفعها تكلفة مرة واحدة بس وبتفضل مستمرة بقى معايا انا بستهلكها عادي. طيب الريكيورينج كوستس ديت بقى فلوس انا، يعني كوست انا بتحمله كل سنة وبدفعه، ممكن بقى تصليحات مش عارف ايه اي حاجة، بس المهم ان هي كوست ثابتة بتدفع كل سنة. يبقى كده في ساعة الير زيرو لما انا جيت استثمر في اللي انا هعمل الانفورميشن سيستم ده، رحت جبت الناس وعملت كل حاجة كانت بالوان تايم كوست اللي هو 75,000. بعدها من اول سنة بقى لغاية كل بقى السنين اللي هبقى شغالها هيكون في ريكيورينج كوستس كده بتحصل كل سنة بقيمة 35,000 للسنة. طيب عندي ديسكاونت ريت بكام؟ ب 12%. طيب وبعدها بقى طالب اللي احنا نحسب النت بريزنت فاليو لكل حاجة منها. النت بريزنت فاليو بيساوي ايه؟ الكاش فلو اللي جاي لي في الديسكاونت ريت، زي ما قلنا في المسألة اللي فوق الديسكاونت ريت اللي كان بيساوي الكاش فلو على 1 زائد الار ريز للباور بتاع السنة. تمام، فهنا مثلا هو راح حط اول حاجة حط السنين، بعدها حط الديسكاونت ريت، قال بان هو في اول سنة هيكون بواحد علشان هيكون ريز تو باور زيرو، اي حاجة ريز تو باور زيرو دي بتبقى بواحد. طيب تمام، طيب في اول سنة ايه اللي حصل؟ بقت كده قيمة الديسكاونت ريت هتكون بالقيمة ديت. الرقم ده منين جه؟ هنيجي مثلا ماشي، هي هو بيساوي كده 1 على 1 زائد 12% اللي هي 0.، تمام، باور 1 كده. ديت لما هتيجوا تحسبوها على الآلة هتطلع معاكم بالرقم دوت وهكذا بقى، بس هنا بقى بدل ما هي باور 1 هتبقى باور 2 3 4 5 وهكذا. طيب كده انا جبت الديسكاونت ريتس، انا عارف باللي انا بيجيلي بنفيت كام كل سنة؟ 80، 85,000، بس انا في كل سنة قيمة الفلوس بتقل، فانا بحط دلوقتي حسابي على ان الفلوس بتقل، فدي كده هروح ضرب ال 85,000 في اول سنة، يعرف كده باللي انا هيجيلي صافي، انا كده هكون متوقع باللي انا الفلوس ال 85,000 ديت هيكون اللي جايين في وقتها بالقيمة ديت هتكون 75,897، في تاني سنة 67,000، تالت سنة 60,000 وهكذا. طيب في البنفيتس بقى بعدها ديت الكوميوليتيف بنفيتس، بان هو كده في اول سنة هو مفيش اي بنفيت، في بعد ده في اول سنة خالص يعني بتاعة الستارت اللي هي الزيرو، تاني سنة بقى كده عنده 75,000 بقى بتاع دوت، ال 75 زائد 67 تطلع 143 وهكذا، دوت كوميوليتيف بقى بينفيتس، فتطلع في الاخر 306,408. ده ايه ده؟ ده التوتال نت بريزنت فاليو. طيب كده انا جبت له زي ما هو كان عايز التوتال بريزنت فاليو للبينفيت. ماشي، بعدها عايز بقى يجيب الحاجات بتاعة الكوست. طيب الكوستس اول حاجة عندي في الير زيرو الكوست اللي انا دفعته وان تايم كان 75,000. طيب خلاص نزل، بعدها انا هتبقى بتحمل كل سنة 35,000. طيب بس هل هم هيكونوا بنفس القيمة بتاعتهم ك 35,000؟ لا، فهروح برضو ضربهم في نفس الديسكاونت ريت اللي هو كان موجود فوق. تمام، هو بس انا بروح منزله تاني هنا علشان ابقى بضربهم كل واحدة فيهم. يبقى هضرب ال 35,000 في الديسكاونت ريت هتطلع بال 31,000 وهكذا، 27 24 22 وهكذا. طيب دلوقتي انا عايز اجمع التوتال كوستس بقى، فيبقى كده عندي اول حاجة 25 75,000، هي هنا في كده ناقص كي، فتبقى 75,000 دوت بقى ده الكوميوليتيف بتاع الكوستس، ف 75,000 زائد 31,000 يديني كده كام؟ يديني 106,000 زائد 27، 134 كده، 134 أروح جمع عليها ال 24 وهكذا،
يديني في الاخر ان التوتال كوستس هتكون ب201، ده كده التوتال كوستس، ومعانا ديت كده التوتال بنفيتس. ماشي، عايز اجيب الاوفرال ان بي في بقى. الاوفرال ان بي في ده اللي هو النت بريزنت فاليو بتساوي البنفيت ماينس الكوست، فدي كده هتكون 306 ناقص 201 يديني 105. طيب عايز اجيب الار او اي. الار او اي بيساوي ايه؟ بيساوي البنفيتس ماينس الكوست على الكوست، او بحاجة تانية الاوفرال ان بي في على الكوست. فلما نيجي نعملها بأول طريقة، 306 ناقص 201 على 201 هتديني 52%، وأرقام ديسيمالز كده بنقربها يعني لأقرب رقمين. فدي كده دوت جبنا الـ ROI. طيب عايز يعمل الـ Break Even Analysis، يعني امتى الكوست بتاعي، امتى هيكون البنفيت مساوية للكوست، يعني امتى الفلوس اللي انا دفعتها هترجع لي من الآخر، ويبدأ بقى باللي انا يبقى بيجيلي بروفيت. فهروح اعمل له الـ Yearly net present value cash flow. فالـ year 0 هو كان مضاين ب 75,000. طيب في تاني سنة كان جايله كده income، كان جايله 75,000 بس جايله بتاع ده بان هو لازم يدفع مصاريف اللي هي 31,000، فبالتالي اتبقاله يبقى كده كان اللي جاله من اول من اللي هي year 1 هيكون 44,000. بعدين بعدها ال 39 ديت جت منين؟ برضو نفس الحوار، السنة التانية كانت جابت لي بروفيت 67,000 بس كان عندي كوستس كانت 27,000، فبالتالي كانت 39، وهكذا بقى. في الآخر بروح جايب بقى ال overall net present value cash flow باللي أنا هبدأ أنقص بقى، يعني أنا كنت هنا بنيجاتيف 75,000 جالي 44,000 بقيت كده نيجاتيف 30,000 بس جالي 39,000، بقيت كده دخلت في المرحلة البوزيتيف، انا كده انا عديت البريك ايفن بوينت، بقيت 9,500، بعدها بقى بيجالي 35,000 فزائد 9,500 تبقى 45، وهكذا. طيب امتى حصلت البريك ايفن بوينت؟ عند الير 1 اند 2 اللي هو هنروح قايلين كده 1 بلس، وال 30,000 ديت على 39,860 تطلع ب 76%. طيب بعد كده ده كده كل شابتر 3. شابتر 4 اول حاجة حكاية البيرت ديت. فيه البيرت ديت بتتكلم عن ان ديت طريقة علشان ابقى بعمل evaluation انا معتبر دلوقتي باللي انا عندي من A to K ديت تاسكس المفروض انا هبقى بعملها. طيب انا في العادي بيبقى مثلا اللي بيعمل التاسك ايه يقول انا هاخد 5 ايام. طيب لا، هو هنا بقى مش بتكون اكيرت 5 ايام، لا هو بقى بيبقى بيقول هو انا احسن الظروف الاوبتيمستيك هي الايه بتكون 6، والموست لايكلي هتكون 7، والبسيمستيك هتكون 8. فانا كده موجود معايا 3 ارقام للديوريشن، فانا كده مش عارف انا هستخدم انهي واحد للاكتيفيتي ديت، فبالتالي بضطر ان انا اجيب المين. ازاي بجيب المين ده؟ بجيبه عن طريق ال A يعني الاوبتيمستيك زائد 4 من 4 في الموست لايكلي زائد البيسيمستيك على 6، ده كده يديني المين، يديني يعني كده متوسط القيمة بتاعت التلات قيم، فاقدر كده اعرف الاكتيفيتي ديت ممكن ابروكسيميتلي ممكن تبقى تاخد قد ايه. طيب دلوقتي كده هو بيبقى مدينا الجدول زي ما انتم شايفين، هي ديت كده لغاية هنا كده المسألة، فبيبقى مدينا ال A وال M وال B. بنبدأ بقى باللي احنا نروح مطلعين المين، نعمل الجدول تاني ولازم نعمل الحكاية ديت، لازم نطلع المين. طلعنا المين، نطلع الفارينس. ازاي بنجيب الفارينس؟ بنجيبه بي ماينس ايه، يعني كده 8 ناقص 6 مثلا تربيع على 36، ده كده بجيب الفارينس، لازم بجيبه برضو لكل النقط. طيب خلصت جبت المين المين والفارينس، نيجي بقى نشوف كده هو ايه اللي طالبه اصلا فيها. هو طالب اول حاجة عايز يعرف what is the probability بتاعت اللي احنا نعمل نخلص المشروع دوت
قبل 25 أسبوع. يبقى هو كده قال لك الدايز بتاعته هتكون كام؟ هتكون 25 مليون. طيب هو دلوقتي عايز يعرف يعني الاحتمالية بتاعتنا قد ايه. فعلشان اعمل الاحتمالية لازم ارسم علشان اطلع الكريتيكال باث. فلما نيجي نرسمها هو من هنا هو كاتب ال ايه محتاجة ايه فديت على حاجة نتورك عادي. فاللي هو هنرسمها بشكل طبيعي. الأول نقطة طلع منها التلات أسهم ال A وال B وال C. بعدها في نقطة برضو مهمة علشان الناس لما لو في ناس بتتلخبط في حتة الدمي, بأن احنا مادام لقيت في activity عايزة ال A لوحدها وفي activity بعدها عايزة ال A مع ال B, يبقى ديت كده في دمي اكتيفيتي لازم هتحصل هنا. فانا هنا كده انا عرفت بان الدي محتاج ايه وان الاي محتاج ايه زائد بي. فانا كده عرفت بان في الاي عايز ايه زائد البي بتاعته. فكده اهو دوت كده الخط المنقط ده هو الدمي. وفي برضو نقطة تانية علشان غلطت الناس في الميد تيرم, بان كانوا بيقولوا بان الدمي دوت مش بيتحسب. لا بيتحسب, هو قيمته بصفر بس عادي المسار بيمشي عليه. هنقولها كده كده قدام, بس يعني ده كده الرسم بتاعها على ما اظن. هو مفهوش حاجة صعبة, هي بس كانت فكرة الدمي. وعرفنا بان علشان الاي يدخل يشتغل محتاج ان الاي والبي, فالاي اصلا راحت وعملت الدي. فانا بس بروح مطلع الدمي ده علشان ما ينفعش بان انا اعمل من نود لنود سهمين, فلازم بكسرهم بنود تالتة. يبقى كده ديت كده وتبقى ديت ده كده ضمي. يبقى انا كنت عايز باللي انا اوصلهم من واحد لاتنين, بس انا مش هينفع اعملهم من واحد لاتنين على طول. لازم اعمل ضمي نيو اكتيفيتي كده واخليها تبقى هي ضمي وتودي للتاني, لكن ما ينفعش بان سهمين يبقوا طالعين من نفس النقطة. طيب رسمنا وزي الفل وتمام. هناخد بقى انهي ارقام جنب يعني الايه كده هيبقى محتاج ايه. قلنا باللي احنا هنستخدم اللي هي الحاجات بتاعة المين بقى. فيبقى كده الايه هياخد 7, البي هياخد 3, سي 4 وهكذا. طيب دلوقتي بقى بنبقى عايزين باللي احنا نطلع كل الكريتيكال باثز بتاعتنا. ازاي بعمل الحكاية ديت؟ انا بشوف مش ديت كده هي نقطة النهاية, بشوف بقى ايه كل الطرق اللي ممكن توصلني ليها. اول طريق A D J دوت بكام؟ ده كده باتنين, 2 و6 8 و7 يبقى 15 ماشي. في B E H J دوت بكام؟ دوت بستة ودي كده يبقى ده ب16. في ممكن طيب B E I K يبقى كده دوت هيساوي ايه؟ دوت هيساوي 6 و9 يبقى كده 9 و5 يبقى كده ده 14 وهكذا. كده انا بطلع ودي في سي جي جي كي دوت كده هيبقى ب10. في ممكن السي اف اي كي دوت هيطلع بكام؟ ده 9, 9 و8 17. فدوت برضو مش هو اكبر واحد. طب بقى دوت الاي هيعدي عند الضم. طيب يبقى كده 7 و3 كام؟ 10, والاتش ب4 يبقى 14, والجي ب6 يبقى كده 20. يبقى ده هو الكريتيكال باث بتاعي. يبقى علشان الناس اللي مش بتبقى عارفة ازاي بتحسب الكريتيكال باث هتكون بالشكل ده باللي انا بحسبها. بشوف انهي اطول واحد, ولو في نود بتاع ده داخل لها دمي عادي انا بشوف النود ديت علشان تبدأ اصلا كده الشغل بتاعها. هي بدأ بكام؟ هي بتاخد ديوريشن تلاتة, بس هي محتاجة الايرليست ستارت بتاعتها مش هنقول 3 ولا 7, لا هي 7 علشان هي محتاجة ان لازم العملين دول يتموا علشان تبدأ. فهتبقى هنا كده بان 7 زائد 3 ب10 دوت كده, بس لمجرد ان الناس تبقى متخيلة حتة الضمي ده عشان مهمة. طيب بعد ما جبت انا الكريتيكال باث بان هو اي اتش جي كده المدة بتاعته 20 اسبوع. طيب دلوقتي بقى هو بيبقى عايز بالبروبابيليتي بتاعتي بتاعت اللي انا اخلص المشروع دوت في 25 يوم قد ايه.
فالقانون بيقول بأن الزد بيساوي الدي ماينس الاس على السكوير روت للفارينس. السكوير روت للفارينس اللي هو الستاندرد ديفيشن طبعا. فالدي ديت بتكون جيفن عندي فوق اهو، لما هو راح قال لي هو بتاع دوت عايز يعرف هل هيقدر يعمل المشروع ده في خلال 25 اسبوع ولا لا، فدي ديت جيفن. طيب الاس ديت هي عدد الايام بتاعت الكريتيكال باث، فاللي هي اللي احنا طلعناها هتكون 20. طيب الفي ديت بقى ايه هي؟ الفي ديت بتكون هي التوتال بتاع كل الفاريانس بتاعت كل الاكتيفيتيز اللي موجودة في الكريتيكال باث. فمثلا هنا احنا قلنا بان هو اي اي اتش جي، فدي الاي هيكون كده الفارينس بتاعه ب 0.11، اللي بعدها اي الاي بتاع دوت ب 1.7، وهكذا. بعدها الاتش كانت بصفر، بعدها كانت الجي ب 4، فاروح مجمعهم كده على بعضهم يديني ان التوتال فارينس بتاعي كان 5.881. فهو ده كده الحاجة هروح حاططها، فده كده تديني ال Z value بكام. طيب ال Z value ديت مش هي ال probability. ازاي بعرف ال probability؟ بيكون لازم مدلنا في الامتحان الجدول ده، فنروح احنا طالعة معانا بكام؟ ب 2.6، 6%. فامشي كده لغاية لما الاقي 2 و0. طيب بعد كده و6، يبقى هنا اهي، يبقى هو الرقم ده، يبقى ديت هي البروبابيليتي بتاعتي 8.09803. فراح حطيتها واضربها في 100 علشان تطلع لي بالنسبة، فتطلع كده بان البروبابيليتي بان المشروع ده يخلص في خلال 25 يوم هي 98%. طيب في نوع تاني ممكن كان يجي، كان بان هو يقول ال expected project complete time لو البروبابيليتي بتاعتي هي 84 في ال 84%. طيب هو هنا اداني النسبة، ما ادانيش الزد بوينت، هو اداني النسبة بتاعتها اللي هو اللي احنا طلعناه من الجدول. طيب ازاي هجيب كده الزد بوينت؟ هروح نازل هشوف الـ 8.4 ديت كانت عند فين بالظبط. 8.4 اهي عند الجزئية ديت، يعني 0.7995. ده كده دي الفاليو بتاعتي بتاعت الزد. طيب هروح جايبها ونستخدم عادي بقى التاني نفس الاكويشن، بس انا هنا انا مش عارف عدد الايام اللي لو انا بعملها هيكون نسبة الاحتمالية بتاعت بان انا اخلص المشروع ده هتكون 84%، او اللي هي كام اللي هي الرقم ده زي ما طلعناه. فهروح عامل عادي مقص، هضرب الرقم دوت في الفارينس، فهتطلع ب 1.94% بتساوي 25 ناقص الاس اللي انا مش عارفها، فالاس تروح الناحية التانية فتبقى 25 ناقص 1.94 تطلع ب 23 يوم تقريبا. يبقى ده كده السكادجول، ده كده كل اللي بتبقى جاي على فكرة البيرت. هي بس الأصعب حاجة فيها هي بس الفكرة ديت بتاعت باللي أنا لو مديني البروبابيليتي أنا ببقى عايز أجيب الزد إندكس. فبروح جايبها إزاي؟ باللي أنا بروح جايب بقى البروبابيليتي اللي هي كانت طلعت اللي هي كانت 8.84%، أطلع الرقم بتاعها الأساسي كان كام؟ 7.995، وهو ده اللي أشتغل بيه. طيب بعد كده بقى مثال على الكراشنج والشرح بتاعها بالكامل. الكراشنج ده هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي انا برسم الرسمة بتاعتي، وبعدها بنبدأ باللي احنا نشوف الخطوات بتاعتها ازاي بتمشي. بس من خلال الجدول كده والمسألة لازم بنطلع كام حاجة، بان هو بيقول لي كده ان في اوفر هيد لازم بيتعمل، يعني كوست كده فيكسد ب 5800 علشان اعمل الاكتيفيتيز ديت اللي هي سايت اوفر هيد، اللي ممكن يعني تأجير المكان ذات نفسه هياخد مني 5800، وهياخد مني على كل يوم انا بقعده فيه يعني التأجير بس بتاعه كده ب 5800، وكل يوم انا بقعده فيه
ب 160 جنيه. طيب ده كده المعطيات اللي في الأول. بعدها بقى هو عايزنا باللي احنا نحسب حاجة اسمها النورمال كومبليت كومبليشن اوف بروجكت والكوست بتاعه والكريتيكال باث وكده. طيب أول حاجة هنرسم هنا النوع، مش أي ايه اللي بيبقى قبل ايه وكده، لا ده هنا بتبقى نوع كده سهل جدا من الرسم، بأن هو بيكون حاطط لي بتاع دوت يعني كده الايه من 1 لـ2، البي من 1 لـ3، يبقى انا كده عرفت بان الاي والبي هما والسي هما اللي ببدأ من عندهم وهكذا. هي اصلا في الامتحان بنسبة كبيرة هتبقى جاية لنا النودز فاضية، بس يعني اماكنها كده موجودة واحنا بس نبقى بنوصل. فهو ده اللي حاصل، ادي كده اول نود البي، وادي اللي في النص ديت السي، وادي الاي، ورسمت الرسمة عادي ما فيهاش اي حاجة الرسمة، غير بس باللي انا بحتاج بعد ما برسم الرسمة في الكراشنج بعمل ايه، باللي انا بطلع كل المسارات اللي ممكن تطلع. فاول مسار انا عندي هنا كده النقطة النهائية فين، هي الستة. فاول مسار عندي هو البي اف، البي اف دوت محتاج كام، ده بياخد البي ب 8 والاف ب 12، يبقى ده كده البي اف دوت ب 20. بعدها اشوف السي جي، السي جي ده بكام، ده ب 13، اللي هي الخمسة والتمانية. أنا جايب منين الأرقام ديت؟ أنا جايبها هو عادي من هنا، هي متاحة، هو مديني الأرقام. طيب دلوقتي كده طلعت، وفي ال A ممكن أمشي كده الطريق ده A D G على طول، أو A D أو ال قصدي أه A E، أهو ده كده اتش، ادي دوت كده طريق، وادي فيه واحد تاني، وادي دوت كده واحد على طول مستقيم. تمام، دول كده الاربع طرق من الكريتيكال باث بتاعهم هو البي اف. طيب ده مهم. دلوقتي كده 20 17 17 13، احنا عايزين اول حاجة في الكراشنج باللي احنا بنحسب التوتال كوست بتاعي لو انا هخلصها في 20 يوم. فازاي هجيب التوتال كوست ده؟ الفلوس اللي انا لازم كنت هدفعها علشان اجر المكان، الـ 5800، زائد انا قلت باللي انا كل يوم بقعده بيبقى ب 160 جنيه، فبالتالي هروح قايل 5800 زائد، مش انا بعتبر باللي انا دلوقتي انا هخلص على الكريتيكال باث بتاعي، يبقى 20 في 160، يبقى كده 9000. يبقى انا كده لو همشي في كريتيكال باث، يبقى انا كده الكوست بتاعي 9000. طيب انا دلوقتي معنى كلمة كراشنج معناها باللي انا عايز اسرع من العملية، انا مش عايز بدل ما انا هخلص المشروع دوت في 20 يوم، انا عايز اخلصه في 18 يوم، يعني كده اسرعه بنسبة قد ايه، بنسبة يومين. طيب مين الاكتيفيتي اللي مأخراني اصلا واللي محتاج باللي انا اخليها هي تقل علشان اقدر باللي انا اسرع؟ هي البي اف. طيب دلوقتي كده بيبقى هو مديني في الجدول بيقول لي بان دوت الوقت الطبيعي التاسك ايه دوت في العادي هياخد 6 ايام علشان يخلص، بس هو اقل تايم ممكن ياخده علشان يخلص هو 4 ايام. طيب انت دوت مش هيبقى بيقل كده لو الوطن، لا هو بيكون فيه كوست علشان اعمل ريدكشن اليوم ده. مثلا انا دلوقتي بدهن شقه، فانا بقول انا في العادي هخلص في اسبوع، لا انا عايزها تخلص في 3 ايام، يبقى انا هجيب عمال زياده، فالعمال الزياده دول ليهم مصاريف، هي دي التمانين. فدي كده لازم نروح عاملين الجدول دوت، هيسهل معانا باللي انا كده النورمال 6 والشورتست 4، يبقى انا كده اقدر اللي انا اسرع المشروع ده بنسبة 2. البي بتاع دوت في العادي ب 8، واقدر باللي انا اخلصها في 4، تبقى كده معايا 4 ايام اقدر اسرعهم فيها، وهكذا لبقية كل حاجة. طيب دلوقتي كده انا كنت عايز اعمل ايه، انا عايز اقلل البي اف دوت من 20 يوم ل 18 يوم، ده كان مطلب في المسألة. طيب هاجي بقى هنا للجدول واشوف البي والاف انهي منهم اللي ارخص واروح واقدر انزل منه اليومين، فاجي اشوف الاف
الاف الاقيه اليوم منه علشان يتسرع ب 200 جنيه، فده كده غالي. ابص على الاف، ابص على البي قصدي، عليها ب 90، فيبقى كده اليومين اللي انا ممكن اختصرهم ممكن اخدهم عادي من البي، يبقى انا كده هعمل كراشنج للبي. فانا بالتالي لما اجي احسبها هتكون، ما دام انا عايز اخلص في خلال 18 يوم، يعني انا هرديوس يومين، بروح كاتب ال 9000 اللي هو النورمال بتاعي، زائد مش انا عايز ان انا اسرع العملية بيومين، فيبقى كده 2 في 90. ال 90 ديت بتاعت ايه؟ بتاعت البي. فيبقى كده 2 في 90 ب 180، ناقص 2 في 160. طب منين ليه انا نقصت ال 160 ديت؟ علشان ال 9000 ديت هي محتوية على اللي انا مأجر المكان ده لكام يوم، مأجره لمدة 20 يوم، بس انا اتحملت فلوس زيادة اللي هي ال 180 جنيه دول، بس في مقابل باللي انا اخلص نفسي اسرع مية اسرع يومين. فبروح للراجل اقول له بدل ما انا كنت حاجز معاك ب 20 يوم، لا انا هاخد منهم يومين. فمن هنا راحت جت اللي هي الحتة بتاعت ال 2 في 160، تطلع بكام؟ تطلع ب 8860. مسألة الكراشنج بتفضل على نفس الحال. عايز طيب هو ينزلها يوم كمان تبقى 3 ايام. طيب مين اللي برضو لسه عنده مشكلة علشان يبقى يوصل ل 17 يوم؟ برضو البي والاف، البي اف. فانا كنت استهلكت البي، تقدر اقدر باللي انا استهلك منها لغاية 4 مرات، فانا كده استهلكت منها كانت 2 في اول مرة، فدلوقتي كده هستهلك 1 كمان، فيبقى كده كام؟ يبقى كده يبقى انا كان متاح معايا يعني من البي 2، فانا علشان اخلي اليوم البي اف يبقى ب 17، فهاخد كمان واحدة بي. فدي زي ما انا موضح كده من الرسمة ديت، ادي كده في اول مرة من 20 ل 18 استهلكت 2 بي، من 18 ل 17 استهلكت بهاية واحدة. طيب ازاي بجيب التوتال كوست بتاعها؟ هروح جايب الرقم اللي انا طلعته ساعة لما كنت عملت ريديوس لليومين وهبدأ بيه، واقول زائد 90، وانا كده نقصت يوم، يبقى 160 ناقص، يبقى 8860 زائد 90 ناقص 160. طيب تمام، دلوقتي كده انا وصلت لايه؟ لان في 3 مسارات عندي بنفس الرقم 17، وانا عايز اسرع المشروع وانزله ل 16. فنقول مثلا طب هو انهي واحد منهم اللي انا هنزل منه اليوم ده؟ لا انا بنزل من ال 3 مسارات، هنزل من كل واحد منهم اليوم دوت. فالبي والاف خلاص، البي انا كنت عارف ان في متاح منها 4 وانا استهلكت منها 3، يبقى لسه معايا 1. يبقى كده علشان البي اف دوت علشان ينزل ويوصل ل 16 يوم هيستهلك اخر بهاية موجودة معايا، فدي ديت كده خلاص. بس انا كده انا مش هقدر باللي انا اسرع تاني في الاكتيفيتي بي ديت. طيب الاي دي جي والاي اي اتش، دلوقتي المسارين دول انا لازم انزلهم بدل ما هم من 17 ل 16. فشوف كده، اول واحد الاقي ان عندي الجي ب 50، وال الجي والاي الجي والاي الاي ب 40، والجي بكام؟ ب 50. يبقى كده 50 و40 قد ايه؟ 90. طيب انا مش في حاجة مشتركة ما بين الاتنين اللي هو حرف الايه؟ طب ما اسرع في حرف الايه وهو كده هيأثر على الاتنين ما دام ده كومن ما بينهم. فاشوف كده ان الايه بكام؟ ب 90 اليوم بتاع التأجيل بتاعه. فانا كده 90، لو انا هنقص من هنا ومن هنا انا بدور على اللي يبقى ارخص لي، فبالتالي هروح هتجه للي هو ب 80 علشان هو كده كده مشترك وارخص. فيبقى انا كده هاخد علشان انزل ال 3 مسارات دول من 17 يوم ل 16 يوم هاخد 1 بي وهاخد 1 ايه بس، والايه دوت هيكون مشترك كده هينزل لي في الاي دي جي والمسار التاني الاي اتش. طيب نزل ال 15، ازاي نحسبها؟ نزل قصدي دلوقتي لل 16 يوم،
كده 14، كده بدل ما انا كنت هخلصه في 20 انا هخلصه في 16 يوم، يعني كده انا عملت ريديوس ل4 ايام، فاروح برضو واخد الرقم بتاعي لو انا كنت خلصته في 17، ويبقى 8790 زائد 90، التسعين ديت اللي هي البيل اللي كانت ناقصة، مقابل بان انا اسرع المشروع اليوم ده. والتمانين ديت جت منين؟ ديت بتاعت اللي انا اسرع الاكتيفيتي اللي هو اللي اسمه الايه ناقص، انا سرعت يوم فبالتالي هاخد الايجار بتاعه من الراجل، فيبقى كده ناقص 160. تطلع بكام؟ تطلع ب 8800. طيب دلوقتي عايز انزل تاني، عايز انزل ل 5 ايام، هروح اعمل ايه دلوقتي؟ كده انا لازم بنزل من كل المسارات، ما ينفعش مسار واحد ينزل والباقيين لا، لازم كلهم ينزلوا. طيب مين بقى دلوقتي كده اللي هينزل؟ البي خلصت، مش هما كانوا 4 مرات خلصوا كده كلهم، فبقى لازم بان انا ادخل على الاف. الاف ده بكام؟ ب 200، فيبقى كده مقابل كل يوم انا هنزله عن طريق اللي انا هبقى بسرع في الاف هيبقى بيكلفني 200 جنيه. طيب والايه لسه كان فيها واحد، بدل ما هما كانوا 2 انا كنت استهلكت واحد هنا، وادي هو هستهلك التاني، يبقى كده كده انا خلصت الايهات. والبيهات خلصت ديت، كده كانت الايهات، الايه كانت ب 80، فانا كده خلصت الايه. والاف ب 200، فهتبقى كده عندي 8800 زائد 200 زائد 80 ناقص 160، تطلع بكام؟ تطلع ب 8920، وهكذا بقى. هي كل الفكرة باللي انا بشوف انا ينفع اسرع الاكتيفيتي ديت بقد ايه، واروح حاطط الرقم بتاعها ومقابل كل يوم يعني بقلله من التكلفة الكلية، باخد التمن بتاعه اللي انا كنت دافعه في الاول اللي هي كانت 160. نيجي يعني هتمشوها عادي، هتطلع معاكم الدنيا تمام، يعني بعد ما انا خلصت الايهات هبدأ ادخل على الجي والاي، فهتبقى بقى ناقص 200 زائد 50 زائد 40 ناقص 160 علشان انزل اليوم دوت، وهكذا لغاية لما نوصل لل 13. عند ال 13 ديت حصل ايه؟ حصل باللي انا كنت هنا كده عندي كام مرة اقدر باللي انا يعني اقدر باللي انا اسرع ال ايه بقد ايه ب 2، والجي بقد ايه ب 2. كنت انا وصلت هنا عند المرحلة بتاعت 14 ديت باللي انا كده انا استهلكت واحدة جي علشان كنت انزل من 16 من 15 ل 14، عشان انزل من 14 ل 13 استهلكت جي. طيب ينفع انزل اكتر من كده؟ لا، المكان دوت كده خلاص اتقفل، الاي بقت بصفر، الدي بقت بصفر، الدي بقى الجي بقت بصفر، نفس الحوار مع الاي اي جي مع الاي اي اتش قصدي معلش. فنفس الحكاية اول ما مسار يتقفل وخلاص ما يبقاش فيه اي امكانية باللي انا ابقى بسرع فيه، يبقى هنا كده كراشنج خالص. هو ديت الحكاية، هي السؤال اصلا هيجي في الامتحان هو بنفس الشكل كده، باللي احنا هنفضل نعمل ريديوس ليوم لتلاتة لأربعة لخمسة لستة، وفي الآخر نتسأل ممكن ايه، طب ايه هو المينيمم كوست اللي انا اعمل المشروع ده، فاروح بقى مدور كده فيهم الاقي ان كان المينيمم كوست بتاعي كانت 8790، فاروح حط فاروح قايل كده بان هو دوت كان المينيمم كوست. اقل عدد ايام في خلال كام يوم هيكون ال 17. طب لو انا عايز اخلص في اقل عدد ايام هيكون قد كام يوم؟ هيكون 13 يوم، وهيكلفوني قد ايه؟ 9180. ده كده الشرح بتاع الكراشنج. هي باختصار تاني بسرعة، اللي انا بشوف هقدر ابقى بسرع في الاكتيفيتي ديت بكام يوم، والتكلفة بتاعتها قد ايه، وبختار الاكتيفيتي اللي هيكون الفلوس بتاعته اقل. لو لقيت تو بافز عندهم نفس البوينت مثلا، واقدر باللي انا تكلفتها تكون ارخص من اللي انا اروح منقص من تو اكتيفيتيز، لا خلاص نقص من اكتيفيتي واحده زي ما عملنا في الايه، هي كانت ارخص، هي كانت ب 80، ولو انا هنقص من تو اكتيفيتيز كانوا ب 90، وهكذا بفضل امشي الحوار دوت لغايه اول ما اي مسار من اللي انا طلعتهم دول يتقفل. طيب في ممكن صاحب ان هو يقول لي ايه بعد ما انت تروح منزل 3 ايام ارسم الرسمة، البي كان بكام في الرسمة العادية؟
كان بيحتاج 8 بس انا نزلته 3 ايام، فبقى بالتالي لما هاجي ارسمه هيبقى 0 و5 علشان البي بقى ب5 دلوقتي، وهكذا يعني. ديت كده الرسمة يعني، لو ديت الرسمة لو انا بتاع دوت هتعامل مع الارقام بعد ما انا نقصت 3 ايام. شابتر 5 ده اخر حاجة بقى. شابتر 5 هي المسألة بتاعته بيكون فيها من الجدول، هي الدكتور قالت بان الجدول هيبقى جاي زي الصورة اللي قدامكم ديت بالظبط. الجدول هيجي فيه جيفنز كتير، احنا كل اللي هنطلعه منها هو يعني في ارقام واضحة على طول هي ديت اللي هنستخدمها، وفي رقم هو بس اللي احنا هنبقى بنحسبه بسهولة كمان. طيب دلوقتي كده زي ما انتوا شايفين بتبقى اكتيفيتي جان وفبراري وللاخر، لازم نقرا المسألة في الأول باللي احنا نروح قاريين، بأن هو بيقول إن البروجكت دوت معمل له بلان بأن هو هيخلص في قد إيه، في 7 شهور. يبقى ديت كده البلان، البلاننج ديوريشن ده كده أول رقم مهم، علشان أنا لازم هطلع مجموعة أرقام كده مهمة هي اللي هشتغل بيها كل المسألة بتاعتي. فدي دوت أول رقم مهم، 7 شهور ديت كده اسمها البلاند ديوريشن. تاني معلومة مهمة معايا بان هو ديت كده 118,000 ديت دي هي البلاند بادجت بتاعتي. طيب كده انا طلعت رقمين، فاضل لي باللي انا اطلع حاجه اسمها الاي في والاي سي والديوريشن، انا خلاص طلعتها البلاند طلعتها. يبقى انا محتاج اطلع الاي في والاي سي والبي في. الاي سي والبي في الاي في ديت هنشوف الفاليو في الجدول كانت فين، ونروح جايبين الصم بتاعها اللي هو الـ44 ديت علامة اهي الصم، رحت شفت الفاليو لقيتها 44، يبقى ديت كده الـ44 ديت بترفير لإيه؟ ديت بترفير للـ EV الـ expected value. طيب عندي الـ AC، الـ AC ديت اللي هي ايه؟ الـ actual cost. بروح ادور على كلمة cumulative actual، هي على فكرة الجدول بيبقى بنفس الشكل ده، فانتوا يعني يفضل علموا اعملوا دايره كده حوالين الفاليو وتاخدوا الرقم بتاع السبمشن بتاعها يطلع 44. هنا نفس الحوار، اعملوا دايره حوالين الكوميوليتيف اكشوال يطلع في ال... ان ال... اللي انا عندي بكام؟ ب 78. ده كده خلاص، ده كده مع جبت الاي سي وجبت الاي في. طيب ايه اللي ناقصني؟ اللي ناقصني البي في. ازاي بجيب البي في اصلا؟ اول حاجة نلاحظ ان الجدول هنا كان ناقص فيه سطرين، المانثلي بلان والكوميوليتيف بتاعه. المانثلي بلان دوت بكل سهولة، مش انا هنا الاكتيفيتي اللي هي في الستافنج ديت في جان هتاخد 7 8، في فبروري هتاخد 7، فانا هروح منزل الارقام ديت كده هنزلها في المانثلي بلان. يبقى انا في المانثلي بلان عندي في اول شهر 8، عندي في تاني شهر 7، في التالت هروح جامع الرقمين دول كده مع بعض فتطلع لي عندي في التالت 6 17 10 55 15. طيب تمام، بعدها بجيب الكوميوليتيف. الكوميوليتيف عبارة عن ايه؟ باللي انا بشوف يعني كام بقى عدد التاسكات اللي عليا. ادي هنا كان في الاول كان عندي 8 بس، زاد عليهم 7 بقوا كده 15 وهكذا. نيجي بقى نرجع تاني لرأس المسألة، حاجة مهمة اوي، قال لي ان المشروع بدأ في يناير بس احنا انترستد في اللي احنا نعمل كالكوليتنج للارنت فاليو لغاية امتى؟ لغاية نهاية شهر جون، يعني جون معانا، جولاي لا. يبقى كده حتى لو تلاحظوا هنا احنا الكوميوليتيف اكشوال خدناه بتاع جون، لو كان في رقم هنا ما كناش هناخده. فنفس الحكاية بقى هناخد البي في البلانت فاليو بتاعت الكوميوليتيف في شهر جون اللي هي 103، مش هناخد ال 118 هناخد ال 103. ليه؟ علشان هو قال لي at the end of June. طيب افرض الجملة ديت كده كلها مش موجودة، عادي بقى هنتعامل مع اخر شهر موجود هو دوت اللي هنبقى بناخد الفاليوز بتاعته. طيب كده انا طلعت ال AV طلعت ب 44 وعرفنا ازاي هنطلعها من على الجدول. ال AC نفس الحوار، الديوريشن طلع كان هو كاتبها صريحة 7 شهور في الاول، البلانت بادجت نفس الحكاية 118 بعدها علشان هو كاتب لي ان هو بيكونسيدر بان هو عايز يعرف
البنفيت الايرنت فاليو بتاعته ات ذا اند اوف جون. فانا رحت جبت الكوميوليتيف بي في عند شهر جون، طلعت كام؟ طلعت ب 103. فدي كده البي في طلعت ب 103. ماشي، المسألة ديت هتيجي عليها 7 أسئلة. أول سؤال منهم كان هو قيمة البي في هتطلع بكام، أدي ديت خلاص طلعناها. تاني سؤال هيطلب مننا حاجة اسمها الـ Schedule Performance Index أو اللي بيتسمى بالـ SPI دوت. القانون بتاعه اي في على بي في. هو بصوا كل القوانين الـ AV أساسي فيها، تمام؟ أول 4 قوانين دول بس يعني. فالإندكس ديت معناها نسبة، يبقى دوت حاجة على حاجة. فيبقى كده مادام بقيس الـ Schedule Performance يبقى الـ EV على الـ Planned Value. ف44 على 103 تطلع معايا ب42%، علشان ممكن يعني تروحوا ضربنا في المية فتطلع بالنسبة. بعدها بجيب الـ Schedule Variance. الـ Schedule Variance بيساوي ايه؟ الـ EV ناقص الـ PV، تطلع بنيجاتيف 59. عندي رابع مطلب بيطلب ايه؟ هو الـ Cost Performance Index. مادام Index يبقى نسبة، واللي فوق هيكون على طول الـ EV. بس انا هنا مادام بحسب كوست يبقى الاكشوال كوست هو اللي هيبقى تحت، يبقى 44 على 78 تطلع ب 56%. اجيب الكوست فارينس يطلع ب 44 ناقص 78 تطلع بنيجاتيف 34. بعدها بيطلب مني حاجة اسمها الاستيميتد تايم تو كومبليشن. القانون بتاعها 1 على الاس بي اي اللي انا جبته في الاول خالص في البلانت ديوريشن. انا برضو كنت مطلع الديوريشن بان هي 7 شهور، يبقى هقسم 1 على 42% ديت تطلع لي ب 16 يوم. طيب الكوميوليتيف كوست هتكون 1 على السي بي اي في البلانت بادجت، فتطلع كده ب 209 ألف. البلانت بادجت كانت موجودة فهي تطلع كده من البادجت بتاعتي الاستيميتد هتبقى يعني المشروع ده كده هيكلفني 210 ألف، وأنا حاطط كنت بادجت بلانت قد ايه؟ 118. يبقى المشروع ده خسران. عموما ديت كده هي المسألة، هي بتيجي تتحفظ يعني نوعا ما. الخطوات هي القانون هتبقوا حافظينها، عرفنا بأن بيكون جيفن من المسألة كده. بطلع كل دول وبشوف بس كلمة at the end of June ولا ولا ايه بالظبط، وبطلع البي في على حسبها. قال at the end of May مثلا، كان ساعتها كنت هاخد ال actual cost كان هيبقى 48، وكان هيكون ال cumulative بتاع ال بي في هو ال 48 ده كمان. بس كده، ده كده كل المسائل. اتمنى اكون في التوبيك.